النسايم الحلي جابت نفح من طيب شذاها، خلت العشاق حيارى قط ليل كل آها. يا منادي الثور نادي لإسوم طايل وطاها، توصل الشباك تسلم لرسول الخلق طاها. النسايم الحلي جابت نفح من. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، اللهم لك الحمد على عظمتي وجمالي وكمال صلاتك على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. التحية والتجلة لكل من يشاهد معنا هذا البث وهذه المساحة المشتركة مع الفضائيات السودانية والإذاعات المختلفة على امتداد ربوع أهل الوطن وربوع القلوب المختلفة في كل مكان التي تجتمع في هذا اليوم، حيث الاجتماع الأعظم في الكون بين المولى عز وجل وحبيبه النبي صلى الله عليه وسلم، اجتماع على مدى الزمان والمكان هو الأجمل والأوفى والأحب لكل القلوب والأرواح، اجتماع عند سدرة المنتهى التي تخطاها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يتخطاها مخلوق غيره، فالتقى بالرحمن الحنان المنان. الحمد لله الذي جعلنا وفضلنا أن نكون من أمة هذا الحبيب المختص بالعناية والرعاية الربانية. الحمد لله الذي أكرمنا أن نكون قلوبا وأرواحا تتشارك جميعا في حضرة 27 من رجب للعام 1444 للهجرة، وفي كل عام محبة وتعظيما وسلاما لسيد النبي صلى الله عليه وسلم. فالسلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته أينما كنت وحيثما كنت. السلام عليك وعلى جسدك الطيب الطاهر المطيب. السلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وإمام النبيين. معكم نحتفل سادة الأفاضل في كل مكان، الأسرى وسما بفوق للسما عبد المحمود نور الدائم، هي أولى المدائح معنا من خلال هذه الاحتفائية. مرحبا بكم جميعا. النسايم الحلي جابت نفح من.
اللهم لك الحمد على عظمة وجمال وكمال صلاتك على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أجدد التحية لكل من يشاهد عبر مختلف الفضائيات والإذاعات معنا عبر هذه الاحتفالية 27 من رجب. أهلا ومرحبا بكم جميعا، وأقدم لكم في هذه المساحة المادح مدثر عوض الجيد مدحة يوم الإسراء. والله رافع ذكر وبالعلاه يا عشاق، لفقد العزاز واساه غاب غوسين من هدنا يا عشاق. صلوا على في مكة البراغ يا داو جبريل الأمين حبيبي علاه أما الرسل في أغصاه يا عشاق. صلوا على من الأغصى شد مطي جاد السبع فوق علي يا عشاق. لقى الرسل بالكلية أدوه السلام وتحية يا عشاق. صلوا على يا ذا السدر له آية جبريل الأمين لنهاية عشاق حباه الكريم طه حدي كفاية يا عشاق. صلوا على رد الفرض له خمسة خمسين الأجر في الخمسة يا عشاق، سرا في النهار بالهمسة وصوتا جهور لو أمس يا عشاق. صلوا على شاف الجنان يا أخواني شاف السمار ودان يا إلهي، شاف الخيام ومباني والعصاة حتى الآن يا عشاق. صلوا على أيوة
فيها وقص فيها والصديق صدق بيها يا عشاق وصلوا على هدوا باسي لك يا نبي وصلاة بالفات نبيه صلى بفؤاده فيه يا عشاق هو يغفر لجدود وابيه سلك القوم يسلك فيه يا عشاق صلوا على يوم الإسر له دناه يا عشاق النسائم الحال جابت نفح من ثم حدثنا قليلا بحديث يملأ الأكوان نورا وحبورا وسرورا قف تمهل ولا تعجل إنها قصة رسولا من طيبة المختار هي المدحة القادمة بأداء المادح عثمان الأمين القرشي إهداء لكم سادتي في كل مكان. الرحمة دنا
حسائر التصغير وانك رجاء احتفظي مالك مزاحم تاجر للنبوة وقيل يا عشاق النسائم الحالي جابت نفح من الصلاة والسلام ممزوجة ورد وفل في طيب الحسين العقد بقرنفل صلوات فاخرات بيها القلوب تحفل لجبل الشهامة البي ذنوبنا تكفل ألف صلاة وسلام سيدي رسول الله الصلاة والسلام للأهل ومن والاه عليك نصلي هي المدحة القادمة بأداء المادحة ملاك الخضر أهلا بكم جميعا في كل مكان
يا اخوانا تعالوا نذكر سيرته وافعاله، يا اخوانا تعالوا نذكر سيرته وافعاله، نسمع ما قالوا عن فرش وخاتمه ونعاله. يا الله من مكة يثرب البراق الأقصى حتى مربطه، ومنها للسبع الطباق يا نعم من جازوا خطوه. سبحان من أسر وعرج عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. معكم سادة الأفاضل عرج الهاشم الساري المادح عثمان الشيخ. النسائم الحال جابت نفح من Thank you.
الهاشم السري بليلو ناجل الباري
أما لي أهل الأرض وبعده لي أهل السماء الجانب السنة وفرض والمولى بالخيرات هما أعطوك الضحى وياسين وفي الأجر قيراتين أدوك قول آمين وشفاعة يوم الدين دل عرجوه وفي الأكوان فرجوه نبينا. سادة الأفاضل في كل مكان أجدد التحية لكم عبر هذه الاحتفالية 27 من رجب. سويا نستمع إلى مدحة العرجوه والمادح محمد حسن الماحي. العرجوه الأكوان فرجوه نبينا عرجوه بالمعراج درجوه
Oh,
النسائم الحالي جابت نفح من اللهم لك الحمد على عظمتي وجمالي وكمال صلاتك على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. تكاملت هذه الحلقة بأنوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عند المكان والزمان مع المولى عز وجل في كل لحظة وحين، ترديدا للمحبة والذكرى للسابع والعشرين من رجب اليوم نحتفل في هذه الليلة، حيث الالتقاء الأفضل والأجمل والأبهى على كل الملتقيات في كل مكان. اللهم اجعله يوما مباركا في كل حين، وببركته بارك لنا كل الأيام حتى الملتقى سادتي في كل مكان، على امتداد البث الأثيري لمختلف الإذاعات وامتداد البث الفضائي لمختلف الفضائيات. شكرا للمتابعة، نجدد التحايا معكم، أزيد النبي صلى في أمان الله. النسائم الحالي جابت نفح من طيب شذاها، خلت العشاق حيارى قبط ليل كل يا منادي الثور نادي لإسوم طايل وطاها، توصل الشباك تسلم لرسول الخلق طاها.